احنا عشان بس نكون بنتكلم بشكل يعني في حقانية يعني. ذا فويس اللي طالع منه زي ما بتتكلم دلوقتي مروه ناجي السنه دي كان طالع من قبله في سامر ابو طالب، وكنت انا في المرحله الاولى برضه ذا فويس، وبرضه مفيش فير في البرامج دي عشان نكون بس متفقين. هي الفكره كلها ان هم بيعرفوا ازاي يلعبوا اللعبه ويسوقوها بعد سنه تمام، اما التسويق ده بيختفي النجم بتاع السيزون ده بيختفي تماما. فين سامر دلوقتي مثلا؟ فين انجي امين؟ فين هو الفكره كلها ازاي بتسوق للبضاعه اللي عندك؟ فاهمني؟ هو نقطه البرامج بس انا حتى زي ما بتقول ان الاوبرا جهه حكوميه. طيب ما هو الاوبرا جهه من ضمن جهات ثانيه ليها الحكومه ليها علاقه بالاعلام والتصوير والاذاعه، المفروض يكون في تنسيق ما بين الجهات دي حتى لو مش خاص بيهم. ده تقصير منه. هو انا بقول لك عدم وجود منهجيه، هو عدم وجود منهجيه، عدم وجود منهجيه في تطوير الاصوات، عدم وجود منهجيه في ليش الاصوات خلاص اتدربت تمام تسويقها بقى اعلاميه، التسويق اعلاميه من الاوبرا يعني. انت بتنزلي خبر من ناحيه ان هي تعمل بروبوزال تعامل مع الاذاعه، بس مفيش سبوت لايت عليها.